ليثيوم ايون بدل الام هات مش شي ال اي سي 6. كل اللي هتعمله حضرتك في الماده دي انك هتفكها هتطلع الناحيه الثانيه ال اي ها بوزيتيف 1 و6 سي او سي 6 اكتبها زي ما عجبك بلس 1 الكترون الايكويشن كده بالانسد. اه انا هظبط ده تبقى سي 6 عشان حضرتك تبقى زي الشيت وزي كتاب المدرسه. يبقى الانود ليثيوم ها جرافايت وده الرياكشن بتاعه. الكاثود كتاب المدرسه كاثود ليثيوم كوبالت اوكسايد اللي هي ال اي ها سي او او 2. وتلاحظ ان في حاجه غريبه قوي في التفاعل ان هو لما يجي يعمل الكاثود رياكشن بقى يكتب CO O2 بلس LI بوستيف 1 جايبها منين؟ من فوق بلس 1 ها الكترون برضو من فوق عشان يطلع الناحيه الثانيه LI ها CO O2. يعني هو بيوصف الكاثود هنا باسم الناتج مش البدايه. ودايما احنا بنقول على الكاثود الماده اللي بنبدا بيها فدي الوحيده هو بيوصفه بالايه؟ بالناتج. خلاص ماشي ده صح ولا غلط؟ وبيني وبينك هو مش غلط ولا حاجه، هو ممكن يكون سبب وصفه للنتيجه ان هو بيوصف البطاريه اثناء العمل. اثناء ما هي بتنتج الكتريستي فيها الماده دي اتكونت. يعني هو الموضوع مش علميا مش جريمه ولا حاجه. مجرد وجهه نظر مش اكتر. طيب الالكترولايت ماده تطلع ليثيوم، هو كاتب ال اي بي اف 6 ليثيوم فوسفورس هيكسا كلورا. ليثيوم فوسفورس هيكسا. المهم ان دي مصدر بيحرر ايه؟ ال ال اي بوست لما تحتاجها. التوتال رياكشن هنجمع دول جمع كده فاصبحت حضرتك الايون ده هيتشال من هنا ومن هنا صح؟ وان الكترون هيتشال من هنا ومن هنا. انزل حضرتك يبقى ال اي سي 6 بلس سي او او 2 عشان يطلع الناحيه الثانيه. سي 6 بلس ال اي سي او او 2. الناس اللي بتقول ان الليثيوم هو الانود او الكاثود، لو الليثيوم هو الانود ما كانش انشطر. ما كانش انشطر ده نشاط ان هو مش طرف. ده ايون جاي من مين؟ من الاكسجين. هيفضل قايم زي ما هو طلع ناتج. قيمة الـ AMF هتبقى 3 فولت بطارية في التليفونات وفي اللابتوب ومش عارف ايه. المواضيع دي سهلة بالنسبة لك. السيل دايجرام هيبقى 6 من السي باور نيجاتيف 1 اوفر 6 جنكشن 6 سي عشان اطلع الناحية الثانية عشان تضربها في 6 تطلع نيجاتيف 1 جنكشن يطلع الناحية الثانية كوبالت بوستيف 4 جنكشن كوبالت بوستيف 3 كده. ريدكشن بكام الكترون؟ وهنا الاكسديشن بالكترون واحد بس. ماشي يا اخوانا. الرسمه بقى عند سعادتك هشرح من شيت المونجي اهو. بص على عمليه الديستشارج. ما هو اللي على السبوره ده هو الديستشارج اللي احنا شارحينه. هو محرك الايون من اللي فين؟ الديستشارج اللي ناحيه ما انت مش شايف صح اهو. طب خليك كويس بقى عشان تعفرطنا ليه؟ من الانود للايه؟ للكاثود. طب بص في السلك كده الكترون الكترون بيجري في السلك برضه من الانود للايه؟ للكاثود. حضرتك عايز تقول ايه يا مستر؟ البوستيف ايون ماشي جوه والنيجاتيف الكترون ماشي في السلك. يبقى الايون بيجري من هنا لهنا اهو والالكترون بيجري بنفس السرعه عشان يقابله. فين الالكترون؟ بص ايدي كده طالع من ايه؟ من الانود في السلك رايح لمين؟ ما هو طالع من الانود راح للكاثود. طب والبوستيف ليثيوم؟ طالع من الانود راح لمين؟ بس جوه السوليوشن. يبقى في اثنين تشارج بيتحركوا واحده بوستيف جوه واحده نيجاتيف فين؟ فوق. ده وقت التفريغ كده. انت خدت الكترون في السلك تشحن تليفونك تشغل موبايلك تشغل اللابتوب اي حاجه بقى. والبطاريه دي موجوده في العربيه؟ طيب وقت الشحن
بالظبط العكس بالظبط. البوزيتيف ايون راجع من الكاثود رايح لفين؟ والالكترون ماشي في السلك في نفس الاتجاه. وده في اي جالفانيك سيل مش في دي بس. الالكترون في السلك عكس الايون تحت. اوتوماتيك على طول. ماشي يا شباب؟ دي كده البطاريه. ها؟